وابوي وامي حكوا وياي بالبيت هم بالعراقي، والخالات مالي وعمات مالي وهاي كلتهم يحكون وياي بالعراقي بالبيت من اول يوم بحياتي. وهيك صارت اللغه حبيبتي، يعني كلش كلش عجبتني هاي الحكي، وكلهم كان راحتوا قد احكي بالعراقي كلتهم يفتحون يجنون يفتحون عيونهم وهاي، وتعجبت علي صرت اتعلم هوني تعلمونيكي. وخالتي همي كانت معلمي للعربي بالمدرسه هوني بإسرائيل. هوني بإسرائيل، هي هم عراقية وصلت 71 هم، وهي أخذتني وياها كل صيف للمدرسة. آه. إيه وكل صيف قعدت وياها وتعلمت شوية عربي من أفكر صف الثالث، علمت عربي الكتابة والقراءة. ثالث ابتدائي. إيه. معناته عندك موهبة. إيه إيه إيه. بالعربي ما موهبة. أدق على الخشب. لا بس بالعربي انا ما موهوب بشيء. لا ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. ايه وكنت اروح وياه وهيك تعلمت الكتابه والقراءه من كنت ولد صغير، والحكي وعرفت دائما من اكون يعني اقبل جيش وهاي اكون معلم للعربي، دائما هذا كان الحلم مالي. وعرفت انه من اخلص الجيش واتخرج الجامعه اروح اصير معلم، وهذا كان حلمي. هسا اعرفكم على دان شينا، هو يصير ابن زميلتي بالمدرسه بفرنك عيني، وابوها من اعرفه، فيعني بالنسبه لي هو قرايبي. اي قريب دان، انا التقيت به قبل تقريبا 7 سنين، والحقيقه اول ما شفته شاب بعده يعني 18 19 يعني مثل، وقعت بغرامه لان شخصيه مر يعني هيك بيها مرحة، والطريقة اللي يحكي بيها يعني شلون يسموها بشعور، يحكي بتميز، يحكي بكل شعوره وكل يعني شفتوه من يحكي عراقي يحكي بيده. فالحقيقة مثل أغرمت بيه. واذكرك من هذيك الوقت يعني الحقيقه ما قد شافت اغاني، إيه؟ دائما اذكرك اقول هذا الولد ايش قد عجب، لان انت قلت لي قضيت تصير مدرس. ايه اعرف كثير ناس يفكرون بهاي، بس بعدين من يطلعون يخلصون الجيش ويروحون الجامعه وما اعرف ايش كون، شويه شويه هاي الفكره او الحلم مثل ينسوها يتبخر. عرفت ايش كون؟ تبدي تفكر شلون اقدر اسوي فلوس، شلون اقدر ادخل للعلم الحاسوب، للكمبيوترز، شلون اقدر اسوي فلوس اكثر. بس انت قبين الحب مالك للغه العربيه طغى على غير اشياء. وبقيت انت هذا هدفك انه تعلم لغه عربيه.